اتمنى ان اطلاقنا المشروع حياه كريمه ربنا يوفقنا فيه ويخرج بالشكل اللي احنا بنتمناه، ويبقى بعد اول مرحله بنحتفل ويعني والدنيا بتتغير بشكل حقيقي في مصر او في الريف المصري. ان شاء الله هنغير حقيقه حال اهلنا في المرحلة الأولى والتانية والتالتة إن شاء الله بعد كده، لكن هنغير وضعهم تماما. وقلنا ساعتها إن إحنا الـ 52 مركز دول بالأكثر من 1400 قرية وتوابعهم إحنا بنعمل ده عشان ده واجبنا، واجبنا تجاه بلدنا وكل مسؤول مشارك معانا، سواء كان الكهرباء أو الإسكان أو الزراعة أو الري. في برنامج ضخم لكل وزارة داخل القرى دي عشان فعلا الهدف اللي احنا حاطينه يتحقق.